للعمل. الشارع المتنبي قلت لك هو الامل الوحيد او الرئه النظيفه المتبقيه، فاعاده تاهيله واعاده بهالطريقه هذا اكيد يعطينا دافع ويعطينا امل، لانه هو اولا مكان مهم ومزار صراحه، يعني مزار سياحي، فخطوه مهمه وخطوه جميله. واتمنى ايضا المرافق الاخرى، مو بس فقط هذا الشارع الرئيسي الاليز، يعني الازقه مثل مدخل جديد حسن باشا منانه ومنا على الميدان، اتمنى هم يعتنون بها، بس هو كشاعر رئيسي كانت خطوه جباره صراحه ومهمه. هو سوق الوراقي بالدوله العباسيه، انت لما تمر بهذه الاسواق تحس انت مع هارون الرشيد، مع الجاحظ، مع ابن الرومي، مع الكتاب القدامى، هذا شيء يسعدك، يعني انت في حله قديمه في جو جديد حاضر. هذا الشيء يسعدك يسرك بأن الدنيا بخير، بعدها عراقك لطيف، اعتزازك به. شاركنا في أعمال بنى التحتية، أعمال إزالة كل ما موجود على الأرض، الأبنية كلها، عملية الواجهات، عملية إعادتها إلى وضعها الطبيعي، إنارة جميلة، إنارة ديكورية، إنارة حديثة. أيضا تشوفون هذا الموقع الجميل اللي هو نصب المتنبي الكبير، وإضافة إلى الساحة الخلفية، شجرة عيد الميلاد. كل هذه الأمور حقيقة كان دور ورعاية معالي أمين بغداد بزيارات يومية وزيارات تستمر 5 إلى 6 ساعات، يعطي الملاحظات ويعطي التوجيهات. صار العمل بفترة قياسية كبيرة من الشهر 8 ولحد الآن يشهد ضفاف نهر دجلة أيضا تطوير كبير. الشارع الرشيد أيضا في الخطة، راح يدخل الخطة قريبا إن شاء الله ضمن توجيهات معالي أمين بغداد في تطويره. الواجب